ديال الجمعيات. الى ما عملناش مثلا احنا كجمعيه صغيره اولا نقولوا جمعيه محليه، الى ما عملناش الجماعه، شكون غادي يدعمنا في نظركم؟ حنا كمجموعه من الشباب، ما نقولوش مجموعه ديال المطور ولا مجموعه ديال المؤسسه الدوليه للعاملين، حنا مجموعه ديال الشباب دايرين واحد الجمعيه فنيه، شكون غادي يدعمنا من غير الجماعه ولا من غير المجلس الاقليمي؟ خمسة ساعات حتى حنا وعاونوا الفريق وعاونوا الجمعيه باش نديروا واحد النشاط. حنا كنجمعوا ملف كندفعوه للجماعه. اللي كيتم اكثر هو انك كيف ما قالوا الاخوان كتشوف واحد الجمعيه عمرك عرفتيها خدات واحد الدعم كبير، وانت العام كامل وانت كتخدم وتوجد الامكانيات اللي من عندك، يعني انت كشاب كتمشي كتجيب الفلوس ودير واحد النشاط وكتسنى الدعم، في الاخر كيجي واحد الدعم اللي هو ضئيل وبزاف، ماشي ضئيل حشومه تيخرج لك داك الدعم هذا. كاينه بعض الجمعيات اللي سمحوا فيه، والله العظيم كاينه بعض الجمعيات اللي سمحوا فيه. ومن جهه ثانيه كواحد من المجتمع المدني، يعني ماشي من جمعيات المجتمع المدني، نبغي نقول السيد رئيس المجلس الترابي والسيد رئيس المجلس الاقليمي، ديروا عندنا شي دورة في الاحياء اللي فات شي شويه، راه واقيلا ما كتعرفوهمش، والله العظيم واقيلا ما كتعرفوهمش نتوما، يعني بغينا نهضروا على وزان من الجهه ديال التحت، اما وزان من الجهه ديال الفوق. ونعطيك مثال بسيط هو ان مثلا حي بوكشعيب ما كيوصلوش الطاكسي، علاش؟ عندكم الحفاري بزاف كيقول لك انا ما نطلعش، واش حنا ما محسوبينش وزان؟ ما يمكنش الطاكسي الا بغيتي يطلعك لوزان والله العظيم ولات حشومه تقول له حيت غتنوض دابز معاه، لا قلتي له طلعني لبوكشعيب غادي تنوض دابز معاه، والله حتى تنوض دابز معاه، علاش؟ كيقول لك وانا ما نطلعش والطريق ما كاينش والحفاري وخصو الدور، واش ماشي وزان؟ واش قتلوا الدنيا شي بلاصه من غير وزان؟ هذا كمثال بسيط، بلا ما نهضروا على البال اللي مطفيين، بلا ما نهضروا على هذيك الشيء، بلا ما الديور اللي علينا يريبوا وداك الشيء هذاك، والله العظيم ديروا عندنا شي دوره بحال غادي نقول لك دير شي دوره من غير وزن، غير وزن والله العظيم الطاكسي ب 7 دراهم ولكن دابا كيتخلصوا عليه ب 10 دراهم حيت طالع المشكل. ومن جهه ثانيه باش نزيد شويه فوقاش غنعرفوا ان كاين واحد رئيس مجلس يعني خدم معنا كشعب كمجتمع مدني، وانا غادي نشوف حتى هو بالطوني كيتسامع معايا الفوق وكيشوف الاحياء ديال الفوق وكيعرف بلي راه كاين الناس صوتوا عليه في الاحياء ديال الفوق، من الواجب عليه حتى هما يخدموا. ديك الساعه تنعرفوا بلي بالفعل عندنا رئيس مجلس وكيهتم بالمدينه ككل، ماشي بالمدينه اللي تحت اللي غتبين له الصوره ديالو، ولكن حتى حنا كمواطنين كنطالبوا من رئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الاقليمي يديروا عندنا زياره ميدانيه للحفار وداك الشيء زوين زوين داك الشيء. وشكرا.